على المسرح ولا مهرجان جرش لم يعد للترفيه وللتسلية، بات يعني مصدر رئيسي للإنتاج الثقافي. كيف يمكن أن ينعكس ذلك على الحياة الثقافية في الأردن على نحو خاص؟ وحكت قبل قليل أختنا لينا عن أنه ضرورة توظيف الفن في التعليم، وهذا شيء جميل جدا، وهذه خطوة متقدمة نحو الارتقاء بمستوى الوعي الأطفال، لأنهم هم عماد المستقبل. يعني مهرجان جرش من مسماه هو مهرجان جرش للثقافة والفنون. تمام. وعندما نتحدث ومهرجان جرش ليس مختص في جرش، يعني الآن احنا موجودين في مدينة جرش، ولكن في أمسيات شعرية موجودة في المركز الثقافي الملكي في عمان، وفي مأدبة وفي مأدبة وفي الزرقاء، وفي يعني في هناك احتفالية خاصة مثلا لمهرجان جرش راح تكون في السلط يوم الأحد لاحتفاء بمئوية مدرسة السلطة الثانوية. عظيم. وهذه المدرسة كانت موجودة قبل ولكن دشنت أيام الملك عبد الله الأول. احتفال بمدرسة عمرها 100 عام لنا ما نفخر فيه في مجال التربية. طبعا. وهي خرجت الكثير من رؤساء الوزراء والوزراء ورؤساء أعمال الأحزاب والنقابيين والوزراء، يعني قيادات كثيرة في الأردن كانت من هذه المدرسة ولا تحتفظ. ولهذا أنا باعتقادي أن مهرجان جرش ومهرجان الوطن يتعدى الوطن عندما يتحدث حول الأدوات وحول التقديم وحول الرسائل إلى أن يكون له أن يكون مهرجان كل عربي، مهرجان عربي تعدى حدود الوطن وصل، ومن ثم هو مهرجان دولي أيضا، هناك في فرق دولية فرق عالمية عربية وعالمية. ولهذا المهرجان المكان له سحره، ولكن المكان قائم على رسالة بدأ في بداية الثمانينات. مهرجان جرش تم تأسيسه داخل أروقة جامعة اليرموك مثلا طبعا في البداية، ومن ثم تم تطور هذا المهرجان إلى أن أصبح ما هو عليه الآن.